السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بس عندي بعض الأسئلة. تفضل. أول سؤال، من هم صلة الأرحام؟ ها؟ صلة الأرحام، وصل الأرحام؟ ها؟ من هم يعني القريبين مننا؟ مين عندنا الأرحام الأرحام؟ من العلماء من قال: الأرحام كل الأقارب، الأول الأقرب فالأقرب يوصل، واستدل له بحديث أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. ومن العلماء من قال: الأرحام هم الأقارب من ناحية الرحم، من ناحية الأم، والأول أشهر، والله أعلم.